تعالوا بقى نروح لواحد في هولندا، واحد من اعظم نجوم الكره التونسيه، واحد من نجوم منتخب تونس ومن نجوم الكره التونسيه، واحد من المدافعين اللي احترفوا في ايطاليا وفي هولندا، الكابتن كريم سعيدي. اهلا بيك يا كابتن في 7 داي سبورت على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا على الاستضافه ومرحبا بالمشجعين بتاع النادي الاهلي. شكرا ليك يا كابتن، وبنرحب بيك طبعا احد نجوم واساطير الكره التونسيه. الله يخليك. شكرا. الله يخليك. في البدايه عايز ابدا معاك من كاس العالم منتخب الشباب في تونس. احنا عندنا لاعب من النادي الاهلي طبعا محمد الضاوي كريستو بيلعب في منتخب التونس. شوف مشوار منتخب تونس للشباب، وانت شايف منتخب تونس للشباب يقدر يوصل لفين في كاس العالم؟ والله صراحه يعني بعد الترشح الصعب للمنتخب الاول في كاس العالم تحت ال20 سنه، طبعا تظاهره عالميه، يعني في فرق كبرى، في فرق عالميه شاركت في التظاهره هذه. يعني للاسف يعني تونس بعد تغيير المدرب، في يعني المدرب الحالي هو مدرب جديد، يعني كان عادل السليمي هو المدرب اللي كان يشرف على المنتخب تحت ال20 سنه لمده طويله. بعدين يعني قبل التظاهره باشر يعني خير عادل السليمي اللي هو يستقيل من المجموعه هذه. في هالحين يعني في مدرب منتصر الوحيش، يعني مدرب كفء، يعني كان عنده تجربه في البطوله التونسيه، اخذ المجموعه هذه في وقت قصير جدا. المجموعه التونسي يعني بدا تونس يعني بهزيمه اداء امام منتخب الانجليزي، يعني المنتخب الانجليزي كان شوط اول يعني مردود يعني ضعيف، مردود المقابله الثانيه يعني الشوط الثاني كان المنتخب التونسي كان احسن، كان شفنا السيطره من بعض الهجومات المنتخب التونسي. طبعا الخبره بتاع المنتخب الانجليزي، وديما المشكل عندنا مشكل في البطوله التونسيه، بعض اللاعبين يعني مش متاهلين، ما فيش يعني الدوري، يعني نقولوا نحن في الدوري التونسي الدوري الممتاز، يعني في دائما تقطع في الدوري، البطوله مش يعني البطوله اللي نقولوا نحن الجامده زي ما تقولوا يعني في باللغه المصريه. شوف المنتخب الانجليزي منتخب عنيد، يعني كل المشاركين كل اللاعبين يعني يخوضوا في 40 مقابله في الفتره هذه، حتى من يعني صراحه يعني تونس عنده خيار اليوم يلعب مع المنتخب العراقي اللي هو زاد انهزم مع المنتخب الاوروغواي في المقابله الافتتاحيه. شفنا زاد يعني اللاعبين يعني كانوا تالقوا في المقابلة الأولى، المقابلة بتاع اليوم يعني ضد العراق، يعني ثم شفنا التغييرات يعني في الدفاع، نفس التركيبة الهجومية، في محمد كريستو يعني حيكون أساسي في المقابلة هذه. نحن فريقنا يلعب يعني نحن نحبوا نفوزوا على لازم يعني لازم التشغيل الهجومي لازم يكون يعني غير منقطع يعني باستمرار، ان شاء الله يكون المنتخب التونسي في المتناول المنتخب العراقي باش يفوز عليه باش يضمن على الاقل التاهل نتاعو ان شاء الله. طب رايك في موهبه الضاوي كريستو، وهو ممكن يكون موجود النهارده، ممكن يكون قدام العراق بشكل اساسي في الملعب، لان هو عنده حلول هجوميه كمان طبعا. والله حسب الفيسبوك وحسب المعلومات اللي جاتنا، محمد كريستو يعني دخل في المقابله الاولى ضد المنتخب الانجليزي وقدم مردود يعني محترم بالتمريرات نتاعو اللي عودنا بها في النجم الساحلي وحتى مع الـ مع الـ مع الفريق الاهلي. يكون اليوم ان شاء الله باش يكون اساسي محمد كيسو، ان شاء الله باش يضيف الاضافه والخبره نتاعو في فريق الاهلي، ان شاء الله نشوفوا يعني الخبره نتاعو والتمريرات الحاسمه، ان شاء الله نشوف هذا تماسك دفاعي ضد منتخب العراقي اللي هو زي المنتخب التونسي في الوضعيه نتاعو، ما عنده خيار زي الانتصار، بس الانتصار لازم يكون يعني المنتخب التونسي ما يحاولش يتسرعش، عندنا 90 دقيقة إن شاء الله، إن شاء الله بالخبرة بتاع محمد كيسو وزاد الخبرة بتاع الحارس المرمى إن شاء الله نقدموا مقابلة كويسة إن شاء الله. هي مجموعة صعبة طبعًا، مجموعة أراجواي ومجموعة إنجلترا، يعني مجموعة صعبة جدًا، نتمنى التوفيق فيها المنتخب التونسي. أراجواي طبعًا يعني أمريكا اللاتينية متعودين يعني بالعبور الدرجة للمجموعة الأولى والعبور نصف النهائي. طبعا المنتخب التونسي والعراق انه نحن ورقيين هما يعني في المتناول، وان شاء الله المنتخب التونسي يعني
يقدم ردود كويسه ان شاء الله. زي ما قلت لك يعني المجموعه هذه يعني كانت باشرت مع مدرب اول، وبعدين المدرب الاول خير باش ينسحب قبل التظاهره هذه لظروف الله اعلم، لسه حتى حد لا عارف الظروف هذه. منتسب الحوش يعني عنده خبره في التدريب، ان شاء الله الشان يكون في متناول ان شاء الله. ان شاء الله. هاخدك بقى على علي معلول نجم النادي الاهلي المصري واحد معشوق جماهير الكره المصريه، علي معلول النجم التونسي. عايز اعرف رايك في علي معلول، وشايفه ازاي مع النادي الاهلي بعد ما تاقلم بشكل فظيع وبقى واحد فعلا من الركائز الاساسيه، يعني 7 سنة دلوقتي الموسم السابع على التوالي مع النادي الاهلي. والله ما شاء الله عليه، يعني علي معلول يعني انسان طيب، انسان يعني محترم، انسان مني خرج من نادي الساقسي فريق كبير يعني على الاهلي، الاهلي يعني فريق عريق، فريق ذو الالقاب، يعني الفريق اللي عنده جماهير غفيره تساندوا في الخساره وفي الربح. فريق الاهلي يعني معروف افريقيا وعربيا من اكثر الفرق الافريقيه والعربيه متوجه في التتويجات. طبعا علي معلول يعني كان بارز في الدرجه في البطوله التونسيه، هلا ودلوقتي يعني بارز كثير في الفريق الاهلي، وكان احسن فريق يعني باش يكون يعني من ابرز النجوم في الفريق الاهلي. صراحه انا يعني بكنه زي كل الاحترام، يعني هو ده يعني اللي عاوز يوصل للدرجه بتاع النجاح، يعني ربي يوفقه بالشغل نتاعه بال نقولوا نحن الديسيبلين، يعني الانضباط التكتيكي في الميدان وخارج الميدان. ومش بالسهل يعني يعني في سامحني ما تفهمنيش بالغلط، في بلد يعني نحن اشقاء طبعا، بس مش بالسهل باش يتاقلم في بطوله في مناخ اصعب، في بطوله نحن في قويه. وبعدين نشوفوا نحن حتى في الصحافه وفي الفيسبوك يعني علي معلول يعني الجماهير المصريه بتحبه كثير وبالاخلاق نتاعو، وان شاء الله ربي يواصل يعني وكل الاحترام ليه في السن ده، يعني لسه متالق ولسه يعني بيلعب بالخبره ولسه يعني وان شاء الله ربي يوفقه، يعني ان شاء الله نشوف زاد محمد كريستو على منوال علي معلول، ان شاء الله نشوف زاد اللاعبين الاخرين في البطوله التونسيه. هي بطوله الصراحه المصريه يعني مع كل احتراماتي للبطوله التونسيه البطوله الاقوى في افريقيا. هو الحقيقه يعني ان اللاعب التونسي بيتاقلم بسرعه وبجوده عاليه جدا مع اللاعب المصري، هنا اتاقلم علي معلول. في كثير لاعبين تواصلوا تالقوا في البطوله المصريه، في دلوقتي شوات يعني مهاجم النادي الساقسي قاعد يتالق يعني في البطوله المصريه، في فخر الدين بن يوسف، يعني اللاعبين كانوا تاقلوا في البطوله التونسيه ودلوقتي يلعبوا في بطوله مصريه، يعني بطوله صراحه اقوى من البطوله التونسيه في الاندفاع البدني في النظام التكتيكي حتى في الادارات بتاع الفرق صراحه يعني. طيب انت تاقلمت مع كابتن حسام غالي برضه فاينرد بسرعه مش كده؟ حبيبي حسام حسام انا عارفه ما شاء الله، لسه يعني لسه بنتكلم حتى على الواتساب يعني على العيله والاولاد، وانا دلوقتي بدرب يعني في الناشئين في فاينرد دائما بتصل به. يعني حسام كانت عندي علاقه يعني كبيره في فاينورد، يعني كانت فتره كويسه، حتى شريف كرام يعني كان معانا في الفريق. يعني حسام يعني موهبه كرويه مصريه بكل احترام، وعدينا وقت كويس هنا في هولندا ان شاء الله. احنا يعني كنا فخورين بيك والكابتن حسام غالب فاينورد، وانت وكابتن حسام من نجوم فاينورد، وبنتمنى لحضرتك التوفيق كمان، حضرتك مدرب ناشئي فريق فاينورد، بنتمنى لك التوفيق، اسم تونسي كبير جدا كابتن كريم سعيد.